Sen anlat Karadeniz. واقف لي هون. قلت كيم بيك مو هون؟ ليكو بمحل جاره هلأ بيجي. حضرتك منيحة ناجية خانم؟ فيدات بيك ما تواخذني، عن جد ما عرفت صوتك. ولا يهمك. سمعت شو صاير؟ خير. الشيخ عثمان انتقل على بيت جديد، أسماء ونفس عم بيساعدوه، ونفس رح تعيش عنده. والله جد؟ هذا اللي سمعته، وأنا دريت من مرت ابن أختي ليلي نقل أغراض الشيخ عثمان عبيته. نفس أخدي ابنه كمان، شو كان اسمه؟ ييت. إيه صح، ما هو ابنك أخدته وتركت هداك البيت. أنا فهمت اللي صار معه، متقوص فاتح؟ بيشتغل عندك اللي قوصه، مو هيك؟ إيه مبلا، بس سلمته للشرطة. إيه منيح سلمته. أنا بعرف سنية خانم، بعد اللي صار ما رح تخلي نفس تمرق على عتبة بيتها. مرحبا ناجية خانم، لا تواخذيني، ما قدرت خلص شغلتي بسرعة. عادي. فيدات بيك شلونك؟ نشكر الله. ناجية خانم شو المطلوب؟ شوف فيدات بيك بالأول وبعدين بنحكي. ولا يهمك ناجية خانم، العفو. طلع قلتكين معي هالذهبات وبدي بيعهم، مضطرة. قديش بيجيبوا؟ خلينا نزينهم ونشوف شو بيجيبوا. ايه ابني حبيبي طاهر، الحمد لله على سلامتك يا روحي. أمي خلينا نفوت لجوا ونقعد ونحكي مع بعض. ناجية خانم. أمور. لا تفهميني غلط، بس عندي سؤال إذا ممكن. الذهبات اللي بعتيهم من شوي جوا مبينين مهمين وإلهم ذكرى عند حضرتك، ما هيك؟ إيه والله، بس جوزي راسم كفلان واحد، يعني يروح قلبه يكفل العالم ويبتلي، وهداك ما دفع، بيقولوا عمل خير وكب البحر. والله يصلح جوزي، هذا اللي سوا، وهيك تورطنا مع صاحبه وما ضل وقت، لازم ندفع. فهمت الوضع. ناجية خانم خدي الذهبات، لازم يضلوا عند حضرتك لو سمحتي. انتو هلأ مديونين لإلي، ولما تنفك ديتكم بترجعوا لي المصاري. وحابب اني اقول لك شغلة، اللي بتطبخ عندي بالفيلا تركت، وبتعرفي واحد مثلي مستحيل انه يطبخ. بتساعديني بالطبخ اذا ممكن؟ هذا الشي بيرجع لك، وطبعا اذا بدك فيك تعتبر الشغل مشان الدين. رجاء خديهم لو سمحتي، روحي واستشيري زوجك، وإذا وافقتي تساعديني كون شاكر إلك. الله يوفقك يا بيك، شكراً إلك، فضلت. إذا بدك سجلي رقم موبايلي. مشان تخبريني. طبعاً أكيد يا بيك بسجله. لحظة، هاتي لسجل لك يا. إيه لو سمحت، شكراً كتير إلك. ولا يهمك، الشيء الغالي ما بصير نضيعه أبداً. غمرتني بلطفك. وإذا ممكن تبعتي لي برسالة رقم الرجال تبع سيارة النقل، بدي أبعت شوية أغراض معه لأبني. إيه طبعاً، هلأ فوراً بتلاقي رسالة وصلت لعندك. حلو، بتحبي نوصلك بطريقنا يا خانو؟ لا يسلم، لسه عندي كم شغلة بالسوق. أنا اليوم بخبرك، ما بطول عليك، عن إذنك. سلمي على زوجك كمان. بيوصل. أنت وجودك كتير رح يفيدني. أهلين.
رح صب لك كاسة شاي. لا يسلموا ايديكي. امتى رح تبطلي عنادك هذا امي؟ طاهر مو هيك روق. انا عنيدة؟ اللي عملته اسمه عناد؟ ايه امي. مثل ما بدك. وين فاتح هلا؟ بالمشفى امي. اخي الصغير نايم هنيك. فهميني انت عم تحاولي توجعي لي قلبي؟ واحد وسخ من رجال فيدات اللي قوصوا لاخي امي مو نفس. بعدين نسياني انه نفس هي يلي لاقتني. إذا قدرت تحل واحدة من المصايب الكتار اللي جابتهم على بيتنا والله ما رح روح واتشكرها. أمي ليش ما عم تفهمي الموضوع؟ طاهر ما بيصير روق. لك حدا يفهمني. أنا كم مرة قلت لكم يا أمي إنه أنا بحبها وبتنفسها لهي المرة. روح لعند لكان. يلا روح دعس على قلبها لأمك وامشي. مو جديدة عليك. ليش هيك عم تحكي؟ لا بقى تحكي هيك أمي من شان الله. حتى أنا رح قلك كمان لا تعمل هيك من شان الله. بكفينا بقى. رح ترد علي؟ لا. إذا عادي تحرق لي قلبي عليك وعأخواتك روح لعند مرتك. بس أنا ما عاد بدي أعيش ولا يوم إذا رح نضل على هالحالة. قديش باقي لي بهالدنيا؟ كم يوم بقيالي لعيشهم؟ إذا بتسمح حابة أقضي هالكم يوم مرتاحة وولادي حولي. كل نهار لما بتطلعوا بقوم من نومي عم بدعي ربي من كتر مالي خايفة مين من ولادي رح تصير معه شي مصيبة. صعب اللي عم بطلبه؟ جاوبني ابني. شو كتير صعب اللي عم بطلبه؟ حماتي اهدي شبك. طولي بالك مو لهالدرجة هي. آسية أنا رح أسألك. قوليلي أنتي فاتح فات على المشفى وهو متصاوب عندن شي دواي طيب لجرحه دغري؟ لما تخلص حياتي وموت تصطفلوا بعدها سهوة مثل ما بدكن. بتحبها لنفس وبدك ياها؟ أه؟ بدك ياها لدرجة ينقطع نفسنا من وراء هالمشاكل؟ معقول مو همك عيلتك؟ تمام تمام روح. صعب إلك عود. انت أدرى بمصلحتك. انت حر اللي بدك ياه ساوي. يلا تفضل ليك هاي الباب. روح يلا شبك. يلا روح اركض. روح روح لعند نفس تبعك. بس لما ترجع تجي لهون شي مرة حتكون أمك موجودة وقتها حتلاقيني. الله بس على مهلك أمي. حماتي أمي. يا ربي دخيلك أمي. شو صار أمي؟ على مهلك على مهلك. مسكية أسية يلا بسرعة. ديري بالك مسكية ساعديني. أسية ردي علي أمي كرمال الله. ردي على مي بسرعة. حبيبي مانك جوعان يا عمري؟ يلا على العشاء. ما بدي أتعشى. شو هي ما بدي اتعشى؟ بطنك بيوجعك بعدين؟ يلا خلينا نقوم نتعشى هلا وبعدين بندرس انا وياك، اتفقنا؟ قلت لك ما بدي اتعشى. حبيبي ليش هيك عم تعلي صوتك؟ رح ازعل منك ها؟ وانا كمان زعلان، زعلان كتير اليوم. طيب بياكل بعد شوي لا تضغطي عليه. عم ينزل. ألف الحمد لله.
تعا بدي احكي معك. اخ سنية خانم، اخ ليش عم تأذي حالك هيك؟ عم تتعبينا كلنا وعم تتعبي حالك كمان. خير مصطفى؟ طاهر، أنا شو قلت لك من الأول؟ اهدى طاهر، أنت ما بتعرف أمك؟ بهالطريقة عم تأذيها وتأذي حالك طاهر. طيب شو بدك أعمل؟ أعتذر لها لأني حبيتها لنفس مثلاً؟ هذا الشيء مستحيل أعمله. ما حدا طلب منك تعمل هيك بنوب، أنت كمان ناطر على نكشة لتجننها؟ أنت هيك رأيك؟ إيه. مو متذكر أنا كل شيء عملته؟ أنا أخذت نفس من إيدين هذا الواطي وتزوجتها. وهلا عم تقول مقدران كون معها بسببها لأمي، ما هيك؟ لو أنت مكانها وصار هيك بعيلتك وولادك، ممكن تسكت شي؟ ما رح أسكت والله، وأنا واقف بظهرك لو شو ما عملت. عود لقلك. شو رح تساوي طاهر؟ احكي اللي ببالك. معناته لقيت حل، رح تروح وتستأجر لك شي بيت وتاخد مرتك وابنك، صح طاهر؟ تترك بيت العيلة تطلعوا من عنا وتعيشوا هنيك لحالكم. الضفر ما بيطلع من اللحم يا أخي. اصحك، أنت سند لهذا البيت طاهر، قلبك رح يكون مرتاح؟ حترتاح إذا طلعت من بيتنا مثلا؟ رح يكون مرتاح قلبك طاهر؟ جاوبني، رح يكون مرتاح ولا لا؟ احكي، ليش ساكت؟ ما حتقدر، شي طبيعي. اسمعني، حتى أنا أول فترة كنت مثل أمك تماما، شفت نفس وما تقبلتها، وبعدين فاتت على قلبي وصرت حبها، إيه، وحطيناها بعيوننا وصارت من عيلتنا. طاهر، بس فترة، خلي العاصفة تمر، فترة قصيرة وبيهدو. شو قلت؟ ليك أمك مرة كبيرة وزعلانة، طول بالك شوي، بس شوية وقت يا طاهر. اتفقنا؟ ما لا أدران أطلع ولا أدران ضل، عن جد مالي عارفان شو بدي أعمل. ليكي بنتي، إلك يومين على هالوضع وتعبتي حالك، ما بيصير هيك. ماني عرفانة شو أعمل بابا، ييت أول مرة بشوفه معصب ومقهور، حتى صرخ علي. معقول ييت يعمل هيك شي؟ ليش صرخ عليكي؟ شو صار؟ لأنه مقتنع هلأ أنه خسر أبوه، مفكر بسببي هو خسره. مو غريبة ردت فعله. هو قال لك الحكي هاد؟ مو ضروري إنه يقول لي، عيونه لحالة حكيت. ليكي بنتي، عم تمروا هلأ بفترة صعبة، بس كمان مريتوا بأيام أصعب من هيك، لازم تقولي هاي المشكلة رح تخلص، ضروري تقنعي حالك. مو سهلة القصة أبداً بابا. لا سهل، الحياة بتمشي والعمر كمان، فهي المشكلة رح تمر أكيد. طالع لعنده هلأ، حابب اتسلى أنا وحفيدي ونلعب شوي مع بعض. حكيها.
خاتمك أعطيتي لمراد؟ مو خاتمي أعطيته، حاسة إنه أعطيته روحي. أنا شو ذنبي؟ شو أعمل؟ ليش هيك عم يصير معي؟ والله بحبه. قلبي عم يوجعني مرجاني، حاسسته كتير تعبان. يا ترى بيطيب؟ لا أبدا، بحياته ما رح يطيب، بس بتتعودي على هالوجع. ما رح أتعود أبدا. نظار، نظار مراد، شو انت سكران؟ وعلى الآخر بدي احكي معك. تعالي انا برا. مراد اتركني روح، بترجاك. طيب تعي قلعيني لك، انا ناطرك. بترجاك روح. ما حامشي، واقف لك. لكني واقف ومستني، قلعيني لشوف. لا لا تستنى، ما رح اجي. تفهم، لا تجي. أنا رح ضل على الباب. كيف صارت أمي هلأ؟ تعرفوا يمكن كل مشاكلها لهالمخلوقة بسبب عنادة، بس كمان عم تعاند لتعيش، ولك حتى الضغط ما عم تستسلم له. عن جد اشكروا ربكم. طاهر انت كمان لا تكون عنيد هيك، يعني مو ضروري تضغط عليها حرام. اي كنت عم قله نفس الحكي. طاهر ليك اخي، اذا رايح لعند نفس فالله معك، ضروري انك تروح، بس ما تشغلنا بالنا. رايح لعند نفس وبس، ما عم بعرف شو أعمل، بس لازم روح شوفها. شو رح يصير بحالتهم هدول ولك مصطفى؟ ما بعرف آسية. تليفون. طمنيني برك. هذا أنا مو برك. هذا أنت يا أزعر؟ هاد فاتح. كيفك فاتح حبيبي؟ جوعان شي؟ برك معك؟ المهم اللي كيف صرت؟ كتير منيح، وبكرة راجع على البيت إن شاء الله. مع برك. مع براك لك. ايه فهمت، مو مشكلة. تعو تعو. وينو مراد؟
آخر شيء كان مع مرت أخي آسية. إيه صح. إيه. طيب ماشي. المهم الحمد لله سمعت صوتك. لازم هلأ تريح حالك. يلا الله معك. يلا سلام. حسبي الله. وين راح مراد هلأ؟ شو بدي ضل عم بركض وراهم مثل الأولاد؟ مو معقول. بمسك واحد بيقوم بيهرب التاني. شو قاعدين عم نلعب مع بعض؟ خلص مصطفى لا تشغل بالك. هو طلع على أساس مشان يوصلني. وبعتقد مراد على الأغلب بيكون عم يضيع وقت كرمال يتركن لحاله. من وين طلعت لنا براك هي كمان؟ الله يستر على آخرتنا. آمين آمين. حتزبط الأمور مصطفى؟ شو رأيك؟ إن شاء الله آسية، إن شاء الله. إجيتي؟ قلتي لي مو جاي. أنا جاي أقلعك مراد، يلا نقلع من هون. قلعيني. مراد ليش هيك عم تعمل فيني؟ أنتِ متذكرة شو قلتي؟ أنا متزوجة. عجبك أو ما عجبك؟ أنا وقت اقتنعت كان معك حق. الناس بيحكوا وما رح اسمح لهم. قلت لك هالحكي وبتشكرك لأنه استوعبت، بس هجمت على البيت وفاتح تقوص. شو كان بدك يعني أعمل نظر؟ بعد ما عرفت إنه هداك الوقت ضربك وقف واتفرج؟ ها؟ روح مراد إذا بتريد. أنا تعبت من كل شيء. قدران تفهم؟ أنا كتير تعبت. ممكن تتركني؟ أنا بترجاك. ليش يعني؟ أبي خلاني أحلف يمين إنه طول ما أنا عايش ممنوع أحكي أنا وياك ابنه. وأنت قلتي له حاضر ما؟ شو كان بدك يعني أقول لأبي لكان؟ آه؟ شو مفكرني بعد هالعمر كله رح أقول له لأبي؟ لا تواخذني بابا، والله كنت حابة حطك بموقف سيء لما ساعدته للسيد مراد، وبعد كل هاد رح أتزوجه. هيك قل له؟ أنا ليش تزوجت فيدات آه؟ ليش قول؟ كرمال عيلتي. أبي فات على الحبس وصار كل شي فوق ظهري، ووقتها ما في ولا رجال إجا وساعدني. أنا كرمال عيلتي تزوجت فيدات وضليت ساكتة. مراد أنت الوحيد اللي حبيته. يمكن كنا كتير نتخانق، بس أنا عن جد حبيتك. الحب عرفته بس معك أنت مراد. مثل ما الأم مهمة كتير عند ابنها، كمان الأب مهم كتير عند بنته. ما فيك تكسر كلمته. تقدر تكسر حالك بس كلمته ما بتكسرها. أوعاك تفكر أسهل. روح من وشي. مو قلت لي قلعيني؟ وهي عم قلعك. اتركني.
لا تخافي عليه، طعمته هلأ كم لقمة. ايه قال زعلان منك لهيك ما أكل، بس لساته صغير. وهلأ نام؟ ايه نيمته. يسلموا أسماء. هدي حالك بنتي. أسماء شوفي مين على الباب. عمي فيني فوت؟ استغفر الله لك يا ابني، البيت بيتك. الله يرضى عليك حبيب قلبي. أسماء بنتي وين السجادة تبعي؟ دورت عليها وما لقيتها، وين محطوطة؟ مندور. دعي خلينا ندور. لو سمحتي فيني شوف ابني؟ يعني هيك بدنا نضل؟ كل واحد فينا عايش بمكان؟ نفس أنا ما عم بعرف لا شلون بدي أتصرف ولا شو لازم أعمل بقصتنا. طاهر، أنا أمي توفت هي وعم تولدني وضل أبي يذكرني بالحادثة، ولأني كنت لسه صغيرة كنت لوم حالي، وقول يا ريتني ما خلقت أبدا وخليتها تعيش هي. وأحيانا بفكر وقول لحالي ما كانت رح تصير أمي لو ما خلقت. يمكن أنت ما تصدق، بس أنا كنت بنت واعية من صغري، عطول كنت فكر يا ترى شلون كانت ريحتها لأمي، شو رح حس إذا ضمتني أمي عصدرها. وكنت أقعد أتخيلها كيف كان صوتها يا ترى، يا ريت لو كان فيني أسمع صوتها، بس كتير صعب، ما كان في إلا صورة بنوم. أنا كنت وقف قدام المراية وحاول دور على صورتها بملامحي وأتمنى تضمني وتغني لي لحتى نام. تخيل بكل سنة وقت عيد ميلادي كانت ترتفع حرارتي، ما بدي لوم سنة يا خانو لأني بفهمها، وأنا وأنت مالنا ذنب بنوم،
بس شو منساوي؟ هذا اللي صار أنا ما بقبل فيه أبداً. إيه وأنا معك، بس شو رح نساوي برأيك؟ كوني متأكدة نفس، بواجه ألف واحد مثل فيدات ولا أني واجه أمي. مظبوط، لأنه هذا الموقف نحن الاثنين ما بنقدر عليه. نفس، أنا ما فيني بعد عنك ولا يوم، مستحيل أتركك. بعرف، صدقني وأنا مثلك، بس هذا كله ما نمو. جيت كيفه هلأ؟ كتير ضايع مثلنا أنا وياك، أبداً ما فيك تتخيل وضعه. بدك مني شيء قبل ما أمشي؟ أنا بحاجتك أنت وبس. ولا شيء. إيه ماشي. طاهر، ما رح تعمل شيء مجنون مو؟ إذا بترجعي تنقذيني رح أرجع جن. بكل الأحوال لا تعملها. بجرب. Oh.
geçmek kolay mı? Düşledikçe yandım kül oldu. Hayalden vazgeçmek kolay mı? Düşledikçe düşürdün nerede bakışların gözlerime bilmem yüreğin nerede anladım duyduğuma göre sevdiğin varmış haritalardan bildiğim o şehirde bir yerde bir görünüp bir kaybolup beni düşürdün nerede bakışların نفس اضطريت اطلع من بكير حاولت فيقك بس ما قمتي رح كون بالمكتب ان شاء الله الف صحه وهنا ييت حبيبي يلا بقى قوم خالي اسماء عملت لنا فطور بيطير العقل مرتفعه حرارته امي حبيبي حبيبي امي اصحى يا روحي امي قوم حبيبي يا عمري خير نفس طاهر ليك ييت كتير مرتفع حرارته وما عم يفيق معي انا ما بعرف شبه أمي أمي حبيبي قوم اصحى يلا فيق رد علي يا حبيبي فتح عيونك قوم يا روحي يلا يا بطل يلا أنا رايح على المشفى رح جيب فاتح معي الحمد لله أنه مرقت على خير وفاتح تحسنت صحته الحمد لله إن شاء الله تكون مرقت على خير ثانية خانو صايرة ما عم بقدر أفهمك بهالفترة ما رح تفهميني بنوب مستحيل تفهميني بعمرك اصلا هو ما في حدا عم يفهمني فتركيني بهمي احسن طاهر شبك ليش متضايق لك وين رايح طاهر طاهر لك احكي شو في ييت انت قوي لا تستسلم لا تخاف يا ابني انا جاي لعندك صباح الخير صباح النور الصور والتحاليل كلها جيده الحمد لله على سلامتك رح نخرجك شكرا لكل شيء عملتوه دكتور اطمني زوجك وضعه جيد بس هالفتره بده مراقبه ومتابعه رح تابعه منيح الحمد لله على سلامته حرارته وما عم يفيق معي ييت ابني يا روحي سامعني بابا لا تروح خليك هون حرارته كتير عالية تعال حبيب قلبي
أنا معك يا بطل، لا تخاف. نفس، افتحي لي الباب. بابا أنا هون. بابا لا تخاف. بابا ليش ما اجيت امبارح؟ اطلعي ورا عادي معه. عن جد زعلت منك علي، ليش ما اتصلت فيني وخبرتني؟ طيب هالشي معقول؟ لو ما دريت من نفس بالصدفة ما كنت عرفت. والله يا أسماء ما كنت عرفان شي أبداً. عائلتهم كانت عم تمرق بفترة صعبة من كل النواحي وما عرفت كيف خبرهم، ما عاد استوعبت شي. كمان يلي عم يصير مع طاهر ونفس مانو سهل. إيه والله صعبة كتير. لا والمشكلة خالصانية ما شاء الله عليها، يعني بحياتي ما شفت مرعني تقدها. طاهر ونفس موضوع معقد من كل الجوانب، شو طالع بإيدهم يعملوا؟ بس إلا ما يكون في حل. إيه لازم إن شاء الله. أمي حبيبي فتح عيونك، ليكو بابا معنا، أكيد رح تتحسن وحطيب ورح تكون منيح. خلص لا تخافي، قربنا، بقيلنا بس شوي ومنوصل. يلا يا بطل حبيبي إيت، بعرف إنه ابني كتير قوي وما رح يستسلم أبداً للمرض. أهلا وسهلا يا خان. أهلي ماريني. أنا كنت جاي أشوف بيدات بك. إيه يا أهلي، ثواني. وأخيراً وصلت الجاسوسة تبعي. ميت أهلا وسهلا ناجية خان. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك صراحة، فكرت بالشغل هون ولقيته كتير سهل، بطبخ لك هالطبخة وبروح بعدين. إيه شو فيها؟ أنا أصلا مديونة إلك. ليش لا؟ شي عظيم. نبلش من اليوم؟ أكيد مثل ما أنت بتريد. هلأ بخلي الشباب يدلوكي على البيت وأماكن الأغراض ويشوفوا شو بتحتاجي، لأنه أنا مضطر أمشي. ولا يهمك، موفق. اعتبري البيت بيتك. شكرا. حدا يساعدنا. خير شو صاير معه؟ تفضلوا لجوا على الإسعاف. يلا نفس. خير شو صاير معه؟ حرارته مرتفعة، نادي للدكتور بسرعة. شلحي الجاكيت. اي يلا. سلامته، مع قلبه شر. شو بالولد، شو صاير؟ الصبح فيقته ما كان يفيق معي وكانت مرتفعة حرارته. قيس النبض والحرارة وخدي عين الدم. ماشي دكتور. ييت حبيبي قوم يا سبع، قوم، نحن معك. حط له الميزان لو سمحت. ايه طيب. بابا لا تروح. بابا انا معك، لا تخاف، انا ما رح اتركك، بدي اياك تكون قوي. يلا تمام تمام، خلصنا، مشي الحال. سلامتك حبيب قلبي انت يا بطل. صح النوم. صباح الخير. نظر ما فائت؟ لا لسه. طيب شو صار معه بقضية الطلاق؟ حكت لك شي؟ اتفقت مع أسماء على كل شي. ايه هي يلي رح ترفع الدعوة. نشكر الله ونحمده. المهم عندي تخلص من هالمجرم وما بدي أي شي تاني أبدا. لا تقومي، أنا بفتح. ماشي. Thank you.
بنت حماية الحلوة، مرحبا. ما بصير هيك، عيب عليك تسكري بوش صهرك إذا كان جايب لك بوكي ورد. مرجاني، مين اللي على الباب؟ أنا. ولك كيف بتتجرأ وبتجي لهون يا وقح؟ انقلع برات هالبيت بسرعة ولك، أحسن ما أشرب من دمك. أمي، يعني أنت رح تعملي اللي ما عمله جوزي؟ إيه. شكلك مصرة ما تفهمي، ضربت نظر وخليت بنتكم تنتحر. شو سويتوا؟ ها؟ شو اللي عملتوا؟ حبيبتي تفضلي، هذا إلك. حبيتي نظر؟ خلص بقى، ما في داعي نكبر قصة طبيعية بتصير بين أي مرة ورجال. أنت شو بدك مني لسا؟ أنا رفعت عليك دعوة طلاق وما عاد في بيناتنا غير المحاكم من اليوم، وبس هنيك بتشوفني. إذا أنا ما وافقت شو ما عملتي مستحيل تطلعي، وحطي حلقة بإذنك. خليكي معي لحتى تستفيدوا كلياتكم. بالله، بس مو حابين نستفيد منك. أنت صاير لسانك طويل كتير ما شاء الله. وصلك خبر مو عن طاهر ونفس؟ رح ينفصلوا عن بعض. إن فعليا انفصلوا ومشي الحال. ما انبسطتي؟ بعرف إنك بتحبي. انقلع فورا. يبدو عن جد مو جاي على بالكم تفهموا، تمام؟ معناتها أنا رح ألاقي طريقة خليكم تفهموا فيها. أوعك تنسي تعزميني على عرسك. ماني طالبة غير إنه هالحقير يحل عنا، إن شاء الله يموت بقى ويريحنا. إن شاء الله. الله يسمع منك يا أمي. ألو، مرحبا. أنا أخذت رقمك من ناجية خانم. أنت بتشتغل بالنقليات مو هيك؟ منيح. كنت بس بدي أسألك سؤال. أغراض الشيخ عثمان أنت اللي نقلتهم مزبوط؟ أنا سألتك كرمال أعرف منك عنوانه الجديد، لأني ما عم بقدر أوصله. في إله أمانة ولازم توصله، والأمانة هي معي أنا. أكيد أكيد ما رح خبر أي حدا، اطمن. أها، عرفت، تمام عرفته. أي بعرف المكان. أوكي، شكراً لك. برأيي لازم نبارك له هو ونفس بالبيت، ما حلوة بيناتنا عشرة عمر، لازم نقوم بالواجب. التحاليل كلها جيدة. طيب إذا التحاليل كلها منيحة، لكن ليش حرارته مرتفعة؟ على الأقل تأكدنا أنه ما في شيء فيروسي، هاي حرارة عادية، احتمال بسبب ضغط نفسي، وهي حالة شائعة، بس ينتهي السيروم بيقدر يطلع. شكراً. الحمد لله على السلامة. شكراً دكتور. ألو، أنت وين رحت وتركتنا؟ ييت تعب فجبته على المستشفى. لك يا زلمة، شبنا علقنا بالمستشفيات. طيب أنا أجيت أخذ فاتح، أنت وينك؟ أنا لحد هلأ بالإسعاف أخي. تمام، لكن يلا جاي. سنية خانم، نفس كانت. شو ما في غير سيرتها بهالبيت؟ حاجة بقى، حكيت اللي عندي ليفهموا الكل وسكرت السيرة. هلا كل واحد يعمل اللي بيناسبه وياخد قراره. وشو رح يصير بهاي الحالة؟ طاهر رح يضل عند نفس واحتمال ما عاد يرجع، هذا اللي بدك اياه يعني؟ أي الصفل هو اللي اختار هالشي.
والله مبكر كثير مراد بك، صارت الدنيا الظهر. تركيني بحالي بترجاكي. اسمعوا على هالحكي، أنا ما كان ناقصني غير حركاتك أنت. الظاهر صرت عالي على أولادي وما عاد متحمليني، ما هيك؟ إيه؟ مو مشكلة. خليكن واقفين ضدي وعم تحاربوني، ماشي، اعملوا كتروا. أنت ليش هيك مساوي بحالك مراد؟ لو تعرف قديش صار معنا قصص لما ما كنت هون. ولا بدي أعرف شي بالمرة، يعني شو اللي عم يصير معي ما عم بفهم، وحاسس إنه كل شي عم يصير ما أنه مفهوم. أنا مو جاي على بالي أفهم شي نهائياً، ما لا أعرف شي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله وأتوب إليه. ها انتو هون؟ ولك ما في شي هالأزعر ليك وما أحلام، فتح عيونه وقاعد على شو مرعوبين عليه هالقد؟ شبك هدول ولاد؟ عادي يعني، شغلة طبيعية ترتفع حرارتهم بهالعمر، ما بتتذكر قديش أنا كنت ضل أخذها لبالم على المستشفى؟ بالأخير كانت تصحى، شو حيصير لها للبنت يعني؟ إيه بكرة بتتعلم من هاي التجربة. نفس شبك انتي؟ ما في داعي تخافي عليك لهالقد؟ هاي صحي وتحسنت صحته؟ إيه الحق معك. وبخصوص المسألة الثانية كمان بتنحل مع الوقت، ايه؟ بس بدها شوية صبر. إن شاء الله. انتو كبار وواعيين، ما بدنا نحكي هلأ قدام الصبي، ماشي؟ المهم أنا رايح خرج فاتح. وأنا بعد شوي لاحقك. ولك أخي أنت خليك مع ابنك هلأ، يلا سلامة قلبه. حبيبيت، حاسس حالك أحسن؟ بابا ليش تركتني مبارح؟ مين قال تركتك؟ مستحيل هالشي، أنا دائماً معك. بس ما شفتك أبداً. أنا أجيت لعندك بس أنت وقتك كنت نايم، ليش كل ما أجيت شوفك بتكون نايم؟ قلي. لما ما بلاقيك ما حب روح وبنام، لأنه بالحلم على طول بشوفك. يا ساتر. تفضل فوت أخي. لا تأخذونا، سينا حالنا وفتحنا الباب عليكم فجأة. بالعكس أخي مصطفى، العفو منك. حابب تطلع ما هيك فاتح؟ طبعا حابب أطلع، بدي روح على البيت. قال لازم تديروا بالكم عليه. لازم أنت تديري بالك عليه أنسة برك. قصدي نحن في عنا ضغط شغل ومالنا فاضيين ندلله، وهالأستاذ بده طولة بال. ما علينا، قدران تمشي لبرا؟ أكيد أخي، صرت منيح وفيني أمشي. أي طيب، أرجيني لشوف كيف راح تمشي. فاتح، طلع أنت وبراك بالسيارة. وإنت لوين رايح؟ حييت سخنان شوي، وطاهر ونفس جابوه من الصبح لهون على المشفى، بدي أمرق شوفهم إذا ناقصهم شي قبل ما نطلع، ماشي؟ خليني روح أطمن عليه. مستحيل، أنت ما لازم تمشي لأنه حتتعب. طيب ماشي. إيه؟ اسمع الكلمة وخليك شاطر، يلا تيسروا. شو عملت؟ شو متخيل إني أعمل يعني؟ رحت خرجت فاتح وبس. براك خانم كمان ما كانت عم تترك أخوك أبداً. والله شكلها عن قريب رح تجي لعنا كنة جديدة على البيت. ما علينا، مو هذا حديثنا. لازمكن شي؟ لا، نحن كل أمورنا تمام. لكن أنا رايح وصل فاتح على البيت، قال لأنه لازم يرتاح. يا بطل كيف صرت يا حلو؟ من لما اجا بابا انا صرت منيح. سلامة قلبه. نفس طاهر، يلا ديروا بالكم.
بدي أتشكرك. على شو؟ لأنك إجيت. أنا اللي لازم أتشكرك لأنك إجيتي لحالك على الجزيرة وأنقذتيني. حبيب قلبي طمني، كيف حاسس هلأ؟ أحسن بكتير يا روحي، من كتر معرقان أواعين بلو. بعد شوي من الحرارة، شو رح نعمل؟ أنا حروح على البيت جبله شي شغلة يلبسها، ما بصير يطلع هيك. رح شوف مراد خليه هو يوصلك. ما في لزوم، هلأ باخد تاكسي من برا، بس أنت خليك هون جنبه. ايه فهمت عليك، وانا بشكرك يا ابني لانك خبرتني. خلينا نروح. بابا؟ شو يا روح بابا؟ لا عاد ترجع تتركنا هيك، انا بخاف لما بتتركنا. إذا ممكن استناني، بس بدي أجيب كم غرض وبترجعني على المشفى. أهلا وسهلا يا مرتي. أنت شو عم تعمل هون؟ بدي بارك لكم بالبيت، دريت أنك نقلتي لهون وانفصلتي عن طاهر. ما انفصلت. حتى إذا انفصلت شو دخلك؟ أنت ما دخلك فيني بنوب. حبيبتي مو صح الحكي، أنا دخلني كتير بهالموضوع. أنا ماني حبيبتك، فهمان؟ نقلع من هون فوراً. ما مليتي وانتي عم بتعيدي هالحكي دائماً نفس؟ ايه مليت، خلص مليت، بس انت ما مليت وحابب تسمع هالحكي. نقلع وروح عم قلك. نفسه الحكي وعم بسمعه، بس بصراحة مو أخذ هذا الحكي جد. تعرفي شو السبب؟ رح أقلك. أغلبنا نحن الرجال بالعادة برأينا لما البنت بترفضنا فعلياً بالديانة. مو مزبوط اللي قلته، لأنه هذا الرأي للناس المختلين عقلياً مثلك. الله الله يا عيني عليكي، قديشك واثقة بحالك وقديشك عنيدة وقوية. من زمان كان في بنت تقعد قدامي وعم ترجف من خوفها، وين راحت؟ ها؟ ليش تغيرت؟ بسألك على سر مو قايله من قبل، شوفي حالتك الجديدة، مو معقول شو حلوة، مو معقول شو عجبتيني نفس الجديدة. عم قلك انقلع. مثل الببغاء عم بتعيد الحكي كله حياتي، روح انقلع، روح انقلع، روح انقلع، روح انقلع. ليش؟ لأنه ما عندي شي غير هيك قلك يا فيدات، عم تفهم؟ عيدها كمان، عم قلك روح انقلع. ما عندك شي تقولي لي يا مو هيك، لأنه أكيد معي حق باللي عم بعمله. شو صاير نفس؟ يعني مسكتي إيده وطار عقلك فيه لهذا طاهر؟ وبعدين عائلة كاليل اللي قلتي إن عائلتك، وين هالعائلة؟ ها؟ ماني شايفهم أبداً. فاتح طبعاً واحد من رجالي هو يلي قوصه. ليش؟ لأنه هو وأخوه مراد هجموا على بيتي. وبعدين شو صار؟ مين انقلع بنهاية الموضوع؟ أنتي. بس ليش؟ ها؟ هيك بدهم.
عن جد قولي لي شو هالعيلة الحلوة المتماسكة يلي عندك؟ قديشن متماسكين وإيد واحدة على الصغيرة والكبيرة؟ شو ما صار هنن بيضلوا عيلة، بس أنتي مالك منن. لك من أول مشكلة ببساطة إجوا وضحوا فيكي وحطوا الحق عليك ورموكي برات بيتن. لو أنا مستحيل هيك أتصرف. لك افهم، روح وخلصني. وينك هلأ نفس؟ ها؟ شو هالبيت هاد؟ بيت الشيخ عثمان. آه، وبعدين مين بيكون هو؟ قديش صار لكم بتعرفوا بعض؟ زلمة مسكين بيكسب كم قرش لحتى يعيش، وختيار، وهالزلمة المعتر جيتوا لتعيشوا عنده، بده يدير باله عليكي ويقعد يطبخ لك، وبس يطبخ شي طبخة رح تعدي انتي وابني وتجلوا الصحون وتنظفوا البيت بدون اي احترام او قيمة، كأنك لاجئة بالبيت وما معك مصروف لتعيشي منه، حتى شغل ما عندك، فكيف رح تعيشي؟ ها؟ طيب شو كان صار لو حاولتي تفهميني؟ لو عرفتي قديش بحبك وقتها بس كنتي رح تكوني السلطانة ببيتك، والخدم موجودين حواليكي بس مشان يلبولك طلباتك، وابن نييت كان بمدرسة محترمة. اسمعني، اصحك تقول ابننا فهمان؟ هو ابني مفهوم؟ ييت بيكون ابني. بس ابنك؟ نسيتي انه ابني ما؟ ماشي، رح نقول ابنك إلك. طيب ابنك معقول تكون هاي الحياة اللي شفتيها بتناسبه؟ أنا كان عندي حياة ليت كتير مختلفة. كمان جاي بتاكسي؟ مين رح يحاسبه على مشوارك؟ رغم كل محاولات الشرير فيدات لحتى يدمرنا ويفرقنا، الحب هو اللي انتصر. طاهر ونفس وقصة حبهم الخالدة. خلصت القصة ولازم تصحي، هاد آخر الطريق وليكن وصلتوا له، حكايتكن انتهت. هاي الحكاية اللي ما حدا مرتاح بوجودها وما حدا عم بيقدر يلاقي لها نهاية أبدا، بس الحياة إلها كلمتها بالآخر وانتهيتي. صباحك فل يا مرتي. أنا بحاسب التاكسي. خلي الباقي يسلم ايديك. كتير صعب انه نواجه الحقيقه يا نفس. انت ضايعه بافكارك ومشوشه، ناطر شو رح تساوي لنشوف يا حياتي. تفضل معلم. تأخرت فيدات، ليش هيك؟ مشوار ضروري وخلص هلأ،
شوي وجاي. نعم طاهر، وينك نفس؟ السيروم خلص ولهلا ما اجيتي؟ انشغل بالي، صاير شي معك؟ جاي فورا. ناطرك. قديش صار لكم بتعرفوا بعض؟ زلمة مسكين بيكسب كم قرش لحتى يعيش، وختيار، وهالزلمة المعتر اجيتوا لتعيشوا عنده. بده يدير باله عليك ويقعد يطبخ لك، وبس يطبخ شي طبخة رح تعدي انتي وابني وتجلوا الصحون وتنظفوا البيت بدون اي احترام او قيمة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ها؟ نشكر الله ومنحمده على رجعتك بالسلامة يا عيون مرت أخوك أنت. يا حبيبي يا أمي، تقبر قلبي إن شاء الله. نورت بيتك يا صغيري. يا روحة وعمرة وقلبة لأمك. الحمد لله على سلامتك. أمي حاجة، بالبيت بتعانوا قد ما بدكم، حاجة الدنيا برد، يلا فوتوا. أنا بستأذن منكم. إيه. شو هالحكي يا بنتي؟ لوين رايحة؟ فوتي لجوا، ما بيصير برك. أنا أخوكم الكبير وبدكم تسمعوا الكلمة. يلا يلا لشوف، فوتوا. حماتي، مو معقول تضلي قلبي خلقتك، ما بيصير هيك. شو يا خانم، هلا ما عاد عجبتكم خلقتي؟ أنت فهماني علي منيح شو قصدي؟ مو فهماني، حتى ما بدي أفهم. طيب ليكي، هدول البنات فاتوا على قلوب ولادك ولازم تقبليهم، أو رح تزعلي حالك وتخليهم هنن يزعلوا. أول مرة صار وغلطت هالغلطة، وما بقى بدي عيدها. كيف بتكوني حنونة مع بعلم وبتحبيها؟ فهميني. إيه، هاي حفيدتي نصها من ابني ونصها التاني، الله يعيننا ويصبرنا عن النص التاني. إيه والله، أنا اللي ما عاد عم بفهم عليكي أبداً، في شي مانو طبيعي سنية خانو. احكي مثل ما بدك، رح أتحمل هالبنت 3 أيام وبس، وبعدين تحمل حالها وما بدي شوف خلقتها هون، هذا بيتي وأنا بقرر مين بيضل عندي، فهمتي؟ حماتي لا تحكي ولا كلمة، بس الله يأخذ أمانته وموت، بتضلوا لحالكم بالبيت وقتها، ساعتها أنتوا أحرار، فيكن تفوتوا اللي بدكن يا وتقلعوا اللي ما بدكن يا، تصطفلوا. حماتي ما منقلع اللي بيجي، ومنستقبل الكل، هاي تربايتكم، تعلمنا منكم. هيك لكان. ايه شو هالحكي، استغفر الله استغفر الله واتوب اليه. طقيت وانا متسطح بالمشفى، بدكم تسطحوني هون كمان؟ المفروض تتسطح، الدكتور هو اللي قال انك لازم ترتاح. تمام. شو هالدخيل، اسمك يا رب، رجال طول بعرض بجملة واحدة منك اقتنع. مجنون تاني أخي التوأم؟ شو الترتيب؟ والله غير شكل، مثل مو شايف. بعدي شوي بنتي، بعدي عنه، لا تضلي رزقانة فيه، بيكون أحسن. بعدي لهنيك، قرب لزبط لك ياها. ما عم تتوجع؟ ما مرتاح ابني؟ مو خلاص أمي، أنا منيح، ما عم يوجعني شي، بس إذا بتشيلي إيدك بيكون أحسن. أمي فاتح معه حق، خلاص لا تضلوا واقفين فوق راسه، بحياته ما رح يطيب هيك حاجة، خلاص ما في داعي لهالجمعة. أمي أنا بدي روح وبدي حاكيك يا قبل، تعي لقلك. يكتر خيرك. اسمع لشوف فاتح، إذا احتجتوا شي نادولي فوراً، ماشي؟
ماشي مرت أخي، يسلموا عيونه وروحه لمرت أخوك أنت. توأمي؟ نعم. أنا ما قلت لك من قبل إنه وضعك أحسن من وضعي بكتير؟ طلع معي حق، شفت شلون؟ لك أنا عرفان شو عم قل لك. مراد أنت منيح؟ من لما أجينا مانك على بعضك، شو الموضوع؟ لا ما في شيء أبداً، أنا رايح بالإذن. استنى، لوين تارك أخوك التوأم ورايح؟ شو المشكلة؟ أنت بإيدين أمينة فما رح ينشغل بالي عليك. وليش تتنام؟ كانت رح تروح وما أحلاها. أمي مالك طبيعية أبداً، أكيد صاير معك شي. ليلي شو اللي صاير؟ والله إذا بده يصير لي شي فبفضلكن، قد ما قلت لكم وقفوا أو ما تتهوروا أو كنوا، قد ما حاولت أشرح لكم ما بتسمعوني وبتسألوا إذا صاير لي شي. نشكر الله أنا منيحة، بس على هالحالة بيجوز يصير لي شي. أمي لا تعملي هيك، ليكي البنت فاتت معه على المستشفى وضلت لطلع، وطول الوقت فايقة وما نامت أبداً. شبنا أمي مبين في شي بين اتنين. شو هالحكي هاد؟ الله لا يجمعون، هالبنت شو أصلا وفصلة ما حدا بيعرف شي. أمي عندي شغل كتير ويا دوبني لحق. الله يوفقك، لا تتضايقي وتضايقي غيرك. أنت والست مرتك نفس الكلام، آسية هي اللي علمتك تحكي مع أمك بهالطريقة هاي. حسبي الله ونعم الوكيل، أستغفر الله العظيم. خير إن شاء الله مصطفى، حضرتك فتت وطلعت من دون ما تسلم علي. إيه طيب. ليش عاد ركزت أنا؟ مو شايفة؟ بسيطة ما مشكلة، رح أسبك بعدين عن اللي صار اليوم. سجلت الحساب على جنب. شو هالجنب اللي ما بيتعبى؟ لسه بينكتب فيه دخيلك يا الله. خلصنا. لك مصطفى، شو بدك؟ نفس شو بتكون عم تعمل؟ هي ببيت بابا هلأ، أبي بالجامع وأسماء بالمكتب وبراك هون عنا، يعني بتكون هلأ قاعدة لحالة بالبيت هي وابنها. لا مو لحالة، أنا شفتهم سوا، قصدي نفس وطاهر مع بعض. الولد ارتفعت حرارته وأخدوه على المستشفى. ليش ما حكيت مصطفى؟ معقول ما خبرتني كيف فيت هلأ؟ شبك قاسية، ولد صغير وارتفعت حرارته شوي مثل كل الولاد، عادي يعني بيكون تأثر من اللي صار. يا روحي أنا رح أحكي مع نفس وأطمن عليه. دخيلك يا الله، دخيلك يا الله. أهلا وسهلا يا باشا، تفضل تفضل. معلش تلي لوين رايح حضرتك؟ بتحب وصلك بطريقي؟ أخي رايح معك، رايح على الشغل. بالله؟ إيه؟ متأكد؟ إيه. مراد أنت شو صاير معك؟ مرتفع حرارتك؟ حكي لي حبيبي يا حلو، قول. دخيله أنا، تفضل شرف شرف. يا أخي لا تعذب حالك. أستغفر الله، ما في عذاب بنوب. مراد شو اللي مخليك بهالحالة؟ حكي لي أخي، ما فيني إلا نعسان، نايم أكتر واحد. أخي خلينا نروح، أنا اختنقت. تكرم عينك يا باشا، فتحت لك الباب وراح سوق أنا. تفضل تفضل، المهم ما تعذب حالك. تفضل تحت أمرك أنا يا بيك. عن جد بهالعيلة ما في حدا طبيعي أبداً. يلا كمان. هيك تمام. شوفي كيف صرتي، الحمد لله. إيه الحمد لله. ما توقعت يجي يوم وشوفك عم تتحسني يا روحي. نشكر الله ونحمده. يا حبيبة أمك. بدي قوم، تعبت. إيه لكن قومي وارتاحي بنتي. شو صار بموضوع طلاقك؟ يعني مثل ما خبرتك أمي، حكيت مع أسماء واليوم رح أروح شوفها. طيب وإمتى رح تخلص مع الدعوة؟ هي ما خبرتك؟ إمتى ما خلصت تخلص أمي، مو مشكلة، بيهمني أتطلق. أنا مو حارق لي قلبي إلا أنه هالحقير عم ينفض بعمايله الوسخة. صدقيني ما رح يضل نافد بعمايله أمي، أنتي ما تاكليهم. طلعي فيني، أنتي لساتك عند وعدك لأبوكي ما هيك؟ قصدي عن هداك الموضوع، موضوع مراد النحس. شو هالسؤال هاد أمي؟ أنا وعدته لأبي.
شو صار مع فاتح يا ترى؟ إن شاء الله يكون بخير وما صار له شيء. منيح وضعه. اتصلت على المشفى وقالوا لي فاتح بخير. أنت منيح؟ كم مرة بدك تسألي هالسؤال؟ ما بعرف. أنت مو وعدتيني نشرب شاي سوا؟ عقلك يعني بس بالشاي؟ كل أهل البحر الأسود آخذ عقلهم الشاي. معقول ضحكتك؟ معقول؟ وضحكت من قلبي لأنك قلت هيك بس مشان تخليني أضحك. وأنا جاهز ضحكك عطول. اعتبريني مهرج. مو وقت اتفقنا إنك تضحكي على طول؟ اعتبريني المهرج. قصدي رح قلده. شو رأيك تضل مثل ما أنت؟ إيه الحق معك، مو هيك بينحكى. لك طلعت شغلتك بسيطة، هلأ بالبيت مرت عمك آسية بتعمل لك شوربة طيبة كتير، وبتطيبك هي شاطرة بالشوربات وما بيضل فيك البلا. طاهر لازم يعرق لتروح الحرارة، الشغلة بسيطة. طاهر بعمره ما لازم نعتمد على الدواء بس، بردقان وكرمنتينا فيتامين سي طبيعي، ومنقطف لك كيوي كمان حبيبي، ولبكرة الصبح بتكون طبط إن شاء الله. على البيت ما رح نروح. ومين قال؟ ماما ليش؟ لأنه رح نروح على بيت جده عثمان. بس أنا ما بدي روح. أنا قلت رح نروح. نفس الولد مرضان. بعرف شو اللي لازم أعمله. جيت ما بده. طاهر وصلنا على بيت بابا عثمان لو سمحت. يا الله. نفس. خلص 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 خلصنا. طاهر طاهر وقف السيارة، بدي انزل. وقف يلا وقف السيارة، بدي انزل لو سمحت. نفس شو عم تساوي؟ انزل. ما بدي. ييت يلا. ما بدي، انا بدي اروح مع بابا ومو معي. نفس اسمعي، انت اعصابك تعبانه، اعملي مثل ما عم قلك وهدي وركبي بالسياره يلا. ايه طيب. ييت اسمعني، خليك هون بالسياره حبيبي وما تنزل ابدا. حاضر. نفس نفس لوين بدك تروحي؟ ما في مكان. أنا ما في مكان بنتي ميلو، فهمت علي؟ ما في. أنا ما قلت لك من قبل إني بيتك شو نسيتي؟ نفس رد علي، ما قلت لك من قبل إني أنا بيتك؟ إذا بحكي لك ما رح تفهمني طاهر. ليكي لا تقولي ما رح أفهمك قبل ما تحكي، أنا عندي عقل أحكي ورح حاول أفهم. إذا خانقتك أمك مثلا، قالت لك ما بدي أشوفك، افترض انت حابب تطلع لسبب تاني، وين رح تروح؟ عالمينا؟ لعند إدريس؟ حدا من رفقاتك؟ أو لعند الشيخ عثمان؟ لوين؟ بتقدر تروح على شي أوتيل؟ طيب أنا؟ ما في عندي عائلة ولا قرايبين ولا رفيق أروح لعندها، من وين المصاري لروح على أوتيل؟ قلت لي أنت بيتي؟ قبل 8 سنين كنت بأواعي المدرسة، أحلم بالجامعة كل يوم. بيوم واحد حياتي تغيرت، اللي عشته حسيته 100 سنة. ولما بفكر بهالفترة بقول مع أنهن 8 سنين بس مرقوا بغمضة عين. حسيت حالي كأني بجحيم، مع أني تعذبت كتير بس كان في عندي أمل عطول، بالأول ببطني وبيحضني بعدها. هو صار عالمي كله، ييت سبب حياتي. طيب أنا شو؟ أنا وحدة مدمرة عم تعمل حالة قوية مشان ابنها بس، لا مصاري ولا حتى شهادة، لا شغل ولا مكان بيخصني. أنا بهالدنيا مجرد وحدة مدمرة. مع هيك البنت المدمرة واقفة على رجليها،
بنت صار عمرها 24 سنة ومثل اللي قاعدة تحت الأنقاض ومع ولد. الجحيم تبعي انقلب لجنة بسببك، بس لنكون واقعيين، جبنا التعب للكل وهنن كلياتهم معهم حق. لنسيت الجحيم اللي شفناه بنيت حياة من الخيال ريحوا فيها، حاولت قد ما بقدر وبنيتها، بس هالحياة الخيالية ما بتكفي، وبالوقت الحالي بحاجة لحياة مستقرة وبعيد عن المشاكل لابني يعيش. طاهر، وصلنا على بيت بابا عثمان. اعتذر عن التأخير معلم. لا عادي. قال لي شو الأخبار؟ الأخبار كتير حلوة. منيح والله. هات شو الموضوع؟ كله خير اطمن. إصابته لفاتح وفوتته على المستشفى. هذا الشيء كان سبب ليصير شيء حلو. شو بتقصد؟ سنية خانو معتبرت إنه كل المصايب صارت بسبب نفسه، لهيك عملت مشكلة وطردتها من البيت. ونفس لسه عم تلعب دور المسكينة صاحبة الكرامة رغم كل هالوضع الصعب. يمكن لأنه هي ما عندها شيء تدافع عنه غير كرامتها. أي أكيد. وطبعا طاهر بيكون على الآن هلأ بين أمه ونفسه، ما بيعرف شو بده يعمل، بيزعل كتير. مو طيب، ونفس وينه هلأ؟ متأكد أنه أنت بتعرف مكانه؟ عند الشيخ عثمان، وهو حمالة مصطفى كاليلي، أخذ دور الأب الحنون مع الكل. إيه. تعرف شو؟ أنا بقدر أجيب شرطي واحد وروح على بيتهم وأخذ ابني، بس ما رح أعمل هالشي. مظبوط، لأنه أنا طلبت منك تعمل هيك صح؟ لا، بس لو يضل مع نفس فأكيد رح يصير وقتها حملة تقيل كتير على الشيخ عثمان. لنشوف لأمتى رح يقدر يتحملهم. وبالأخير نفس رح تجي لعندي، لأنه ما رح يضل لحد غيري بالدنيا. واضح أنك مو ناوي تتنازل عن نفس، مو هيك؟ أبداً، أنا مستحيل أتنازل عن نفس. طيب ليش مثلاً؟ صعب كتير أنه أشرح لك ليش، ولو حكيت ما رح تفهمني. حاول إنك تشرح لي السبب معناها، وأنا رح حاول إني أفهم عليك. لا مستحيل، الحكي ما بيعبر عن إحساسي. كأنه أنت ما طلبت شي معلم. لا، استنيتك لحتى تجي. لو سمحتوا. لا ترد. أنا عم ناديلكن لأنه بدي يطلب شي. لك شبكن عم بيحكي معكن؟ شو القصة؟ تعالوا لعندي يا شباب. تفضل فكرة بيك. الأستاذ بده يطلب شيء، شوفوا شو الطلب. العفو منك. أنت ما رح توقف أبداً، مو هيك؟ بتصور أحسن لك لو بتوقف. جيبوا لنا أي شيء للفطور، بس لا تتأخروا لأنه كتير جعنا. تكرم، ما منتأخر يا بيك.
ايه نظر هلأ شو وضعه؟ أنا كتير بحاجة لنظر لفترة قصيرة. قديش بدهم وقت لحتى يحددوا الجلسة؟ يعني أمتى بنخلص؟ نحن رح نقدم العريضة، قصدي طلب الطلاق يعني. بالعادة ما بتطول الإجراءات، بس ما بظن إنه فيدات يوافق بسهولة، مو صح حكي؟ إيه أكيد ما رح يوافق، بس ما بيهمني بنوب قد ما بدها تطول القصة تطول عادي. المهم إنه قادر صلح أكبر غلطة غلطتها بحياتي. يا ريت فيني صلح كل أغلاطي الماضية بهالسهولة هي، بس هالشي صعب كتير. عفوا. أهلين آسيا، كيفك؟ ألو أسماء، أنت بالمكتب ما؟ إيه بالمكتب، شو الموضوع؟ والله مشغول بالي على نفس كتير. وأنا كمان مثلك. هلا بتكون لحالها هي وابنها المسكينة. اتصلت فيها بس ما ردت، وعرفت إنه ييت سخنان كتير وما قدرت أطمن عليه. كنت عم فكر روح على بيت بابا، لأنه ما عاد رحت من لما فاتحت قواص، بشوف البيت شو وضعه وبطمن على نفس ويت، مشان ما تفكر إنه نسيناها وما عاد سألنا عنها، مو صح؟ وأنا كمان بروح معك، ونظر هون بتروح أكيد. إيه حلو كتير، معناتها رح أجي لعندكن ونطلع كلياتنا سوا. اتفقنا، يلا لا تطولي ناطرينك. شو الموضوع ولوين رايحين؟ أنت أكيد ما بتعرفي شي من اللي صار. شو صار؟ ليش؟ ييت يلا يا بطل، يلا انت الرجال، هلا انزل يلا. حبيبي انا رح اجي، تمام بوعدك. آسفة كتير. لشو؟ ما في داعي تعتذري بنوب. يلا يا باشا. هلأ نام وارتاح، لأن ما حأبعتك على المدرسة اليوم. أنا ما عاد بدي أروح على المدرسة أصلاً. أنت أكيد بتكون جعت كتير، حأعمل لك شوربة طيبة لأنك مو آكل ولا شي لسه.
ما شاء الله شو شهيتك مفتوحة. معلم لما بيكون مزاجي رايق شهيتي بتنفتح على طول، يعني احيانا نهار كامل ما باكل، بس اليوم مثل الديب جوعان. مثل الديب اللي شامم ريحة فريسته ما؟ هذا الشيء اكيد. انت بتعرف كيف الديب بيصيد بالعادة؟ هو بالأول بيفوت بهدوء بين القطيع وبيركض يمين وبيركض شمال، القطيع بيتشتت، الخواريف الكبيرة بطرف والصغيرة بطرف لحالة، بعدها بيقوم بيختار خروف صغير كتير، بيروح بيضربه ضربة خفيفة ما بتموت أبداً، جرح صغير مو أكتر، وبعدين بيحمل حاله وبيطلع وبيترك المكان. ليش؟ إذا قتل الخروف بهذاك المكان يمكن يلحقوا الكلب والراعي كمان، وهذول طبعاً ما رح يتركوه عايش. أي منطق. وبعدين؟ بعدين الخروف اللي جرحه الديب هذاك الجرح الصغير ومشي بيصير يركض ورا الديب ويدور عليه ويلحقه من مكان لمكان وما بيتركه أبداً، وبلحظة كل شي بيتغير. هالشي غريب ولا؟ لكن يا ترى الديب شو بيكون عمل ولوين ممكن يروح؟ الديب رح يروح على الزريبة فوراً، والخروف أكيد رح يلحقه ويركض وراه. وقت الديب بياكل الخروف بكل بساطة، والحب بيكون كمان نفس الشيء، بتضل عم تركض ورا الشخص اللي جرحك وما بتتركه بنوب، وهاد مو بإيدك طبعاً. أكيد بهالحكاية اللي حكيت لك إياها بتكون فكرت إنه أنت الديب اللي جرح الخروف ومشي، مو هيك؟ والخروف هو نفس. لا، أنت غلطان يا ابني، أنت الخروف بهالقصة، لأنه أنت اللي راكد ورا نفس وما بدك تبعد. ليش هيك عم تطلع؟ ورجيني الجرح اللي جرحتك يا نفس، يا ترى وين مكان الضربة؟ بابا اللي أمي وين راحت؟ أمك انقلعت وما رح ترجع، لأنه ما بتحبك، لو إنه بتحبك مستحيل تتركك. أنت ليش ما حبيتيني نفس؟ ليش هيك؟ ليش ما حبيتيني؟ أنا سألتك سؤال واحد ما في غيره نفس، سألتك ليش ما حبيتيني؟ أرجوك جاوبيني، ولك دماغي وجعني وراسي وجعني، لازم تجاوبي، ليش ما حبيتيني؟ ليش؟ شبك فيدات؟ شو نسدد شهيتك؟ لا، بس شردت شوي بحكيك، حكاية حلوة. بيقولوا إنه الديب كتير ذكي، بس بصراحة ما كنت هيك متخيله. هذا رأيك أنت يعني؟ هي أنا هذا رأيي، وفي عندي أسباب كتير منحكي فيهم بعدين. وأنت لسه بدك تحكي لي قصتك مع بابا وكيف هو خانك، وكمان في هاي المرة بدي أعرف عنها. يا ترى المرة يلي بتضل تروح دائما تزور أبرة، يمكن سكينة اسمها، ما هيك؟ لا، ما أنا سكينة، هاي قبل سكينة كانت جولندام. جولندام هاد اسمه مو؟ ايه جولندام. جولندام كنت ديب معه، ومع سكينة كنت خروف. جولندام انا اللي ضربته وهربت، اجت سكينة بعدين لحتى تنتقم مني وهربت وتركتني. ولأني ما تحملت إنه هي تتركني رحت وقوصتها بإيدي.
يلا كمل. ليلي شو اسمك؟ بيندهولي جوليندام. الحقيقي خدي هدول، رح أخدك على الباص اللي طالع اليوم، وبكرة إن شاء الله الصبح بكير بتكوني ببيتك. ما بقدر. ليش؟ ما رح يستقبلوني. لا مستحيل هذا الشيء، ما في حدا ما بيستقبل أولاده، قد ما غلطنا الأهل بيسامحونا. أنا ما عم بمزح. إيه ما بصدق هالحكي. اتصلي فيهم هلأ وقولي لأمك أنا بكرة راجعة، وشوفي كيف رح تفرح فيكي. عفوا يا أخ، في عندكم تليفون لو سمحت؟ الله ياخدك يا فلتانة، ما ترجعي لعنا بنوب. البنت اللي عنا ماتت عم تفهمي؟ أبوكي كل يوم صبح ومسا بيضربني من لما طلعتي من البيت. كل هالضرب اللي عم باكله بسببك أنت، بيقول لي ما عرفتي تربيها لبنتك مشان هيك هربت. ولسه لك عين تتصلي؟ لا عاد تسمعيني صوتك. قلت لك من قبل هنيك ما حدا بده ياني. معلم فكرت شردت؟ ايه انا شردت شوي، لازم روح. بس ما حكيت لي عن خيانة ابي لك، كأنك مو حابب انه تحكي لي. ليش حاسس إنه ما بدك يعني أعرف الموضوع؟ أنت ما بتعرف كيف تستنى أبداً، ما بتقدر، وهذا أكبر عيوبك. انسى، أنا رح أروح. أنا استنيت كتير أصلاً. وما عاد استنى. Thank you.
أنا آسفة. أوه يا عيني على هالشوربة الطيبة. براك خذي هاي لفاتح بسرعة، خليه يشرب سخنة ويلا جهزي حالك. ليش لوين رايحين؟ رايحين لعند نفس شوي. وفاتح حماتي بالبيت؟ أنا لما قلت لك إنه خلص نحن صار لازم نجوزك قلتي لي هقا. لا أختي شو هالحكي، لسه بكير كتير. والله قلبي أنا كان حاسسني من الأول أصلا. يلا 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 روحي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تواخذني اجيت بوقت غلط وقطعتك عن قرايتك. لا لا ابدا ولا يهمك، تفضل عود تفضل. محمد اقبال قاري من قبل؟ اذا عقلي كفاني عيوني ما بيكفوني، إذا قاوموا عيوني عقلي رح يضل عاجز. إذا بقلك قريته بكون كذاب، وإذا بقلك لا نفس الشيء. حكي حلو كتير ما هيك؟ إذا تعلم الإنسان فهو عالم، وإذا لم يتعلم من هذه الحياة فهو لا شيء. إيه والله إيه والله، ما نفعله في الحياة هو مجرد تمثيل. عندما أغمض عيني أرى ذلك النقش الذي ليس له مثيل ولا في الطبيعة حتى. خطواتنا كلها مقدرة لو شو ما عملنا. المعلم نجيب فاضل. ايه الله يرحم روحه. ايه وهي اجا اللي بيضل مسافر على طول، تعبان ومو عارفان شو بده يعمل، بيضل محتار. هاد طبعه. هلا بصب له كاس شاي ليشربها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. أهلين وسهلين. شكراً. أهلين فيك. خليني أقوم صب لكم كاس شاي لتشربوها. خليك شيخي أنا بجيبه. أنت اقعد وارتاح لأنك جاي من طريق طويل وأكيد تعبان. إيه كتير طويل وصعب طريقه. شكله في مشكلة مو هيك؟ ايه والله في. والله عذبناك يا شيخنا. لا استغفر الله، لا عذاب ولا شيء. شكرا. يسلموا شيخي. الف صحة وهنا يا ابني، حط هون. ايه يلا لشوف، احكي لنا طاهر. فضفض وقل لي شو هي مشكلتك. لا ما في مشكلة ابنه، بس اجيت لحتى اشوفك. الرجال الفهمان بيخبي جرحه عن كل الناس، وخاصة عن الغرب. أنا بستأذن، بدي روح هلا. لسه ما شربت الشاي تبعك، ليش مستعجل؟ بعتذر أنا نزعت قعدتكم. شو هالحكي هاد؟ اللي عندك قاعدة مثل هاي وكاسة شاي. ايه على عيني، انت بتنور. يلا بخاطرك. روح الله معك. تسلم، يعطيك العافية. عود يلا.
مرحبا، شلونك جارتي؟ بتستقبلي ضيوف الصبح عندك؟ نحن جايين لحتى نشرب فنجان قهوة. وقال حبيب قلبي مرضان فعملت له شوربة. أنا ما قدرت أعمل له. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا روحي. تفضلوا فوتوا لجوا. إيه. طاهر ليك لقلك، الكرامة المجروحة مثل الجرح المفتوح يا ابني، أي شي بيلمس فيه رح يوجعه ويأذي. يعني لو شو ما حكيت معه وقلت له رح تتوجع كتير، وقد ما أنت حاولت رح تأذيه أكتر. الإنسان بيتعب كرمال اللي بيحبه. صدقني عن جد أنا ما بعرف شو بدي أحكي أو أتصرف يا شيخ عثمان. قلت بستأجر غرفتين وصالون وبخلص من هذا الهم. وهي رفضت ما هيك؟ ايه؟ هي ما بيهمها تجيب لها بيت بغرفتين. إذا هذا هو الحل خذ مفاتيح البيت تبعي واسكنوا مع بعض، وأنا بدبر حالي مو مشكلة. بس هي مو هيك مشكلتها بنو. نفس مثل السمكة اللي برات المي ومو قدراني تعيش. طيب شو لازم ساوي يا شيخ عثمان؟ اوعك تحرمها من حبك. وما لازم تضغط عليها كمان، اتركها بس هالفترة. يعني خلي حبك يحسسها بالأمان، وما تقرب كتير وتخنقها. بوجود حبك قلبها بيبرد، وإذا ضغط عليها ممكن يوقف. أوعك تقتلها. وهي هيك قالت لي. طاهر ما تقتلني. طبيعي هالشي. أحياناً بيخطر على بالي إنهي هالمشكلة وأحكي مع سنية خانو. برجع بقول لحالي بلاها، لأنه في كرامة رح تنجرح إذا بفكر ساوي هيك حركة. إذا بقلها لسنية خانو لا تفرقيون عن بعض وتحملي هالذنب، مو نفسويت عندي، رح تفهمها كأني ما عاد بدي أتحمل مسؤوليتهم، وكتير بخاف يخطر على بالها هيك فكرة. بصراحة كيف بدي اتصرف وشو ساوي ما بعرف ابنه، حتى انا مثلك ابني. خلينا نستنى لنشوف الله شو كاتب لنا، ويا محلال اللي كاتبه ربك، وهيك لازم نفكر. يلا يا روح قلبي وكمان هاي المعلقه. لك والله شبعت كرمالي يا حلو. حبيبي الشطور، وهالمعلقة كمان، وهالبيبي الصغير ما رح تاكل كرماله؟ انت اخوه الكبير رح تزعله، بكرة طول الوقت لازم تعلمه، ورح يضل ينادي لك اخييت اخييت ويركض وراك. يلا حبيبي افتح تمك. يلا يا عيني عليك يا شاطر، ريته صحة وهنا. خليني شوف وضعه منيح، الحمد لله نزلت حرارته، ما في شي. يلا لازم تنام وترتاح شوي، تمام؟ ايه تمام. لك يقبرني هالوش ما أحلى، الله يحميك. يلا حبيبي نام شوي. جماعة النسوان أحلى شي بهالدنيا. شو رأيكم هلأ نحكي على رجالنا؟ دخيلك يا ربي، شو اللي صاير؟ شو قاعدين بجنازة نحنا؟ لا إله إلا الله، وجوهكم مو طبيعية أنت وياها.
إجا لهون فيدات. وهو كيف عرف العنوان؟ ما بعرف. إيه وشو قال لك؟ بصراحة اللي قاله مزبوط هالمرة. كيف يعني؟ شو هالبيت هاد؟ بيت الشيخ عثمان. وبعدين مين بيكون هو؟ قديش صار لكم بتعرفوا بعض؟ زلمة مسكين بيكسب كم قرش لحتى يعيش، وختيار، وهالزلمة المعتر جيتوا لتعيشوا عنده. بده يدير باله عليك ويقعد يطبخ لك، وبس يطبخ شي طبخة رح تعدي انت وابني وتجلوا الصحون وتنظفوا البيت بدون اي احترام او قيمة، كأنك لاجئة بالبيت وما معك مصروف لتعيشي منه، حتى شغل ما عندك، فكيف رح تعيشي؟ الجحيم تبعي انقلب لجنة بسببك، بس لنكون واقعيين، جبنا التعب للكل وهنن كلياتهم معهم حق لنسيت الجحيم اللي شفنا بنيت حياة من الخيال ريحوا فيها. حاولت قد ما بقدر وبنيتها، بس هالحياة الخيالية ما بتكفي، وبالوقت الحالي بحاجة لحياة مستقرة وبعيد عن المشاكل لابني يعيش. والله يا أخي مثل ما قلت لك هذا يلي صار، وقت صارت آخر عاصفة الموج أخده وجابه. اللي هلأ بدك هذا المركب ولا هداك؟ شو قرر؟ صراحة أدريس ما عرفان أي واحد بدي يشتري. بس دقيقة، طلع هي مو سيارة طاهر؟ ايه بلا. طيب فكر ومنحكي، بشوفك بعدين. ولا يهمك. اوه اللي شو اخبارك يا قبطان؟ انت هون؟ احطت ايدك والله. كيفك انت؟ شو عم تساوي هون؟ انا اللي كنت جاي اسالك انت شو عم تساوي هون ولحالك؟ تعرف السبب؟ ايه قصتك مو سهلة ابدا، ان شاء الله بتنحل. تعال ضحكك، انا ونوران بالبيت طول الوقت عم نتناقر، بضل بقلا بتفوتي بالبحر وبتدوري علي اذا ضاعت شي يوم، بس ما حدا توقع توصل لهون. ايه مزبوط، ما حدا كان بيتوقع، بس شوفت عينك. طول بالك طاهر، لازم تشد حالك، كله بيتصلح. بعرف سنية خانوم كتير عنيدة، وانت من جهة بدك رضا امك، ومن جهة مشتاق لنفس. صعبة والله، الله يكون بعونك، بس صدقني اكيد رح تمرق. وبكرة بتقول إنه إدريس قال لي هالحكي. إن شاء الله، إن شاء الله إدريس. طاهر أنا أخوك، إذا بيطلع شي بإيدي أمرني أنا جاهز. ما بتقصر. طيب معناته أنا رح روح هلأ، ومثل ما قلت لك إذا بدك يعني بأي شي بس اتصل. أي أكيد. بأمان الله طاهر. أهلين مصطفى. طاهر شو صار معكم؟ كيفو الولد؟ الحمد لله منيح. أنت شو عم تعمل؟ ولا شي، عم اتفتل. الله يسامحك، ليش عم تتفتل لحالك؟ تعا خدني منتسلى شوي أنا وياك ومنقطع وقت، ولا بدك أحكي مع نفس لحتى أجيبك؟ تمام أخي، شوي وبكون عندك. اتفقنا. يلا. وعليكم السلام مراد بيك، كل الأوضاع تمام إن شاء الله؟ تفضل تفضل عود. أها مراد، وضعك مو عاجبني أبداً، شو الموضوع؟ نظر. إيه نظر، وقال أنا بسأله. خبرني مراد، شبه نظر؟ بلا ما وجع لك راسك بهالقصة. مراد احكي لي أخي. رح تتطلق من فيدات الواطي. ألف الحمد لله، أحسن لها، بس مشانكن
انت بتعرف عقل جميل ما هيك؟ ايه بعرف طبعا بعرف. اصلا ما رح يصير شي بنوب، يعني فهمتني انه خلص انتهى الموضوع. يا لطيف، ليش شو قالت نظر؟ شو اللي انتهى؟ قالت لي انه هي وعدت ابوها بانه تنهي كل الموضوع وما تشوفني طول ما هو عايش. طبعا هي وافقت على هالشي، يعني بيضل ابوها. عن جد؟ كمان لما طلبت قابلها قالت قد ما كان بابا سيء ما بكسر كلمته، بيضل بالنهاية بابا. وقتها رجعت لي الخاتم. لحظة شوي، ولك انت لبست خاتم؟ مو هيك مصطفى؟ لكان من فترة شفت نظر وعطيتها حجر صغير، راحت هي أخذت هذا الحجر وعملت منه خاتم. هي القصة. ولك مراد؟ اهدى مصطفى، طول بالك أخي، الله يوفقك، لا تعصب علي. أصلاً ما عاد في شيء ينحكى، أنا رح أطلع شوي على المركب أحسن، صح؟ ليه؟ خليني غير جو. ماشي، شم هوا وريح حالك. يا الله ساعد أخواتي وحل لهم مشاكلهم. إيه خلصنا بقى يا بنات، شو بكون انتي وياها مثل اللي ميت لميت؟ البني آدم بيمر عليه كتير بهالدنيا، ما بدي أشوف وحدة فيكم مكتئبة وعم تتحسر على اللي صار معه. عن جد عيب مو حلوة بحقنا، يعني بدي أشوف روسكم مرفوعة، ما في شي ما له حل بهاي الدنيا. طيب كيف فهميني؟ لا عندي شهادة ولا شغل ولا مصاري، حتى كنت رح كمل شغل عند أسماء بس ما بتزبط. انتي بتعرفي إنه باب مكتبي دايماً مفتوح، بس بدك تدرسي المفروض. كيف بدي أدرس بهالوضع، بهالهم والمشاكل اللي عم بتصير معنا؟ ما فيك تحلي مشاكلك بوقت واحد، منفكر فيهم وحدة وحدة وكل شي بينحل. قلك شو لازم تساوي؟ انتي خليكي معي ولا تاكلي همون. دايماً أنا معك. ايه وأكيد حنلاقي حل يا بنات. ألو أمي، كيف صار فاتح؟ منيح، وين آسية؟ شو؟ لوين راحت؟ خلصنا أمي، بتكون نزلت على السوق تجيب لك كم غرض، شبك لحقتيها عنك شي أنت كمان. أمي بكفي، خلصنا. شوف بقى أمي، قلت لك خلاص تمام، خلص بشوفك المساء وبنحكي، مو وقت الخناق هلا. ماشي ماشي، حسبي الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو قصتك انت؟ خير؟ شو صاير؟ وين كنت؟ قلت لك عم اتفتل، مرقت لعند الشيخ عثمان شوي، بعدين طلعت وصرت دور بالسيارة. طاهر هيك ما بيمشي الحال بنوب، اهدى. بعرف ما بيمشي مصطفى، بس حدا بيعرف شو لازم ساوي؟ إذا بعرف فورا بقول لك. ما حدا بيعرف شو الحل أصلا. طاهر أنا من الأول قلت لك، شو بنا يا زلمة؟ راحت لك كم يوم لعند عمي عثمان تريح راسها، شو صار يعني؟ شرف شوف، أمك عنك شي بتخانق، شبك؟ ما بتسكت ابدا، جاي على بالي اعمل مثلكم واطلع. طيب ونفس شو ذنب؟ فهمني، حتى بفاتح اتهمتها لإلها، انا ساكت لانه امي مره كبيره. انت قلتها امك ومره كبيره، طبيعي تسكت. ايه بس كمان كون متاكد اني فهمانك، حاسس فيك كتير طاهر. ما بعرف مصطفى، ما بعرف، بعرف شغله وحده، اني بلا نفس ما فيني اعيش بنوب. وهي كمان مثلك طاهر. ليك لقلك لازم نكمل حياتنا وشغلنا ونركض ورا رزقتنا، وهيك شغلات خليها تنحل مع الوقت. هذا النصيب يا ابني، فيك تعترض على قدر ربك؟ الشيخ عثمان قال لي نفس الحكي. ها؟ لأنه بالمنطق هذا الشيء الصح، أكيد بيجي وقت وبتلاقي حل مشكلتك. هدي حالك. شبنا هلأ اجيت لسه؟ لوين حامل حالك ورايح؟ مو قدران أقعد أخي، مو قدران. حسبي الله. كل مشكلة وفي إلى حل بالآخير، مو صعبة، منحط إيدنا بإيدين بعض ومنحلها. اللي بتزعل رح أضربها، والله ببلش ضرب. أنا أكتر شي بكرهه الاكتئاب، أصلاً بتكفي اللي عندي، ملكة الكآبة.
ايه خلصنا انت وياها، عاملين صبحيه، افردوا وشكم شوي، جايين على عزا كأنكم. ما بيكفي البنت تركت شغله وتعبت حالها وجابت هالاكل؟ ايه ما اكلتوا لقمه لهلا. آسيه شبك؟ خير آسيه؟ آسيه في شي؟ مشروع. اي مشروع؟ يا بنات لقيتوا للحل ما حتصدقوا. طيب بس فهمينا شو هو المشروع؟ لك مشروع بجنن. قولي لي اسماء، هدول البرك قديش دفعتي حقهم؟ 10 ليرات. كتير منح. واليالانجي قديش؟ 25. ممتاز، روعة. آسيه مشان الله لحد هلأ ما فهمنا قصدك. اسمعوا يا بنات، المحل بعدين منفتحه، هون منبلش، بس يكبر المبلغ معنا منفتحه للمحل. لكن في مخ شغال. آسيه طيب لشو المحل؟ انتي شو قصدك؟ ما عم نفهم عليكي. نفس للأطعمة، وهي لقيته للاسم كمان، عجبكم؟ هلأ فهمت. منيح. اسمعوني، الناس مو بيطلبوا من المطاعم برك، باستا، يالانجي، كيك، يبرق، قاورما، فاصوليا خضرا وحلويات. نحن شغلتنا نساوي كل هالأكل، بدنا نشتغل بالتجارة مثل غيرنا. طبعاً لما تجيها طلبية وما فيها تساوي لحالها كل الأكل، دغري بتتصل بتقلنا ساعدوني يا بنات، في عندي طلبية طالبين يبرق ل10 أشخاص. هوب بيجهز كل الأكل وبيكون على الموعد على باب بيتهم للجماعة. إيه بس آسية، أنا ما بعرف أطبخ هيك أكل. أوه رح تكوني المديرة تبع الشغل، أنا نزار براك كلنا بنعرف نطبخ. اسمعي لقلك، وينهم الذهبات يلي نقطوك إياهم بعرسك؟ آسية هدول الذهبات مالهم اللي ما فيني ألمسهم أبداً. يي إيه شو حكينا؟ منبيع منهم شوي ومنرجعهم بعدين، بيكون معنا راس مال بالبداية، شوية مصاري ضماني للشغل. الفكرة منيحة؟ كتير حلوة. وأنا بخبر زملائي المحاميين مشان يطلبوا أكل من عندك. ها؟ نحن شو بدنا أحلى من هيك؟ وبعدين ما في مرة بالعالم طلعت من بطن أمها بتعرف تساوي أكل. خطوة خطوة رح تتعلم ورح تصيري تعرفي تطبخي. ليكو بالأول منبلش هون، وبس نلاقي هالشغل ماشي معنا، هوب منلاقي محل للمشروع. انتي بهيك شغل بتكوني عملتي الشي ما حدا قدر يعمله بكل البحر الأسود، ما في محل هيك. بتنسي عذاب السنين مع الواطي فيدات. الصراحة أنه أنا ما بعرف، بس مزعوجة من هالحالة. ايه مو وقتها هلأ تنزعجي، في عنا مشروع خلاص. هلأ أهم شي يصير فيكي تعتمدي على حالك. فكرة حلوة. طبعاً حلوة. ليكي براك أسماء، في شي لازم ينعمل. شو اسمه هدول اللي بيوزعون بالطرقات؟ قصدك إعلان؟ ايه هاي الورقة، بروشور 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 بروشور. ايه ايه البروشور هيك اسمه، نفس للأطعمة. جيبي ورقة وقلم لقلك. ايه خليكي أنا بجيبه. والله هالفكرة حلوة كتير. طبعاً نظر، وإن شاء الله رح يمشي شغلنا، لأنه نحن إيد واحدة. إيه يلا اكتبي لشوف. نفس للأطعمة، معكم بكل بيت، لقينا حل الكيك لما ما ينفش، وما عاد ينشف اليبرق عندك، والقطر عندي طيب فما عاد تتعذبي فيه. خايفة ما لحق جهز أكلاتي، ضيوفي رح يحبوا طبخي؟ يا ترى رح يقولوا لي عاملين ريجيم مشان ما يدوقوا الأكل من عندي؟ بس عنا لقينا الحل لكل أسئلتك. نفس للأطعمة، بثقة عالية رح تستقبلي كل الضيوف والأكل من عنا، نحن اللي رح نطبخ. نفس للأطعمة، ما عاد يهمك إذا أجاكي ضيوف، لأنه نحن منطبخ لهم. شو رأيكم؟ آسية بس كأنه الحكي طويل شوي. إيه مزبوط، كأني أنا زودتها بالحكي ما هي. تعرفي كتير حلو المكتوب. اكتبي مرة تانية، يا لانجي وكمان يبرق، برق سبانخ وبالجبنة، سمبوسك وفاصولية، وكمان قاورما وحلويات مشكلة. ايه تمام، انتي بس عليكي تتصلي فينا وكل الشغل علينا. كتبتي؟ ايه كتبت كل شي. منيح، منخلي زلمة على الكمبيوتر يكتبن، وقد الكف يكون قياسهم، وبدنا نحكي مع مراد مشان يساعدنا. مننزل كلنا على الشارع ومنوزعهم، وكمان منعلق على الحيطان. بس مو المفروض يكون في رقم تليفون؟ منحط رقم موبايلها للمديرة تبعنا، بصيروا بيتصلوا فيها وبتسجل الطلبية، ونحن كلنا هون، نحن والكادحون. قوموا معي يلا لشوف يا بنات عنا شغل. يلا يلا يلا.
حبيبتي شفتوا كيف طلع مخي شغال؟ اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.